البيت. ألف مبروك. الله يبارك فيك يا أخويا. أنا وعدتك إن شبكتك هتبقى عندي. مرسي قوي. عشان تعرف إن أنا عند وعدي. تعبت نفسك يا ريس، بس إن شاء الله ربنا يقدرني والجميل ده هيترد قريب قوي. تقولش كده يا متولي، أنا أي راجل عندي لازم راسه تبقى مرفوعة لفوق. إن شاء الله نردها لك قريب يا باشا ونجملك في الأفراح. ايوه اتفضل معانا. في ايه يا حضره الظابط؟ اما يجي معانا هيعرف. هاتوه. هاجي معاك فين؟ ايه عايز تحسبني يا عزت؟ ماشي يا احمد. في ايه؟ ما تقلقش انا هتصرف. عزت روح دلوقتي. السلام يا حماده، تعيش وتاخد غيرها يا حبيبي. بتعملي ايه هنا؟ انتي مش ممكن، مش ممكن.
قابلتي لمار وحش عشان كده قلت لها مش عايزه اسمع حاجه ولا اعرف حاجه. انت اللي كنا بنعتبرك واحده من العيله، انت اللي وقفنا جنبك وخدناكي في حضننا. حضرتي يا وزفتي، لا ده مش كده وبس، انت كمان لعبتي لعبه خضرة. ما سمحلكيش. تسمحي لي ولا ما تسمحليش؟ ولا انا هقول ايه؟ انت من بيئه واطيه، الواد وابوه عشان لو ده فلت تجيبي التاني على ملا وشه، مش كده؟ مش صح. انا لو كنت بفكر كده كنت ايه؟ الحمد لله انك ما اتجوزتيش الاثنين في وقت واحد. الحمد لله. لا كفايه كده زياده قوي. انا لسه محترمه حضرتك. عشان ايه؟ اوعي تقولي عشان اللي كان بينا ولا عشان فضلي عليكي. انا فضلي عليكي وبنتي وابني فضلهم عليكي. انا ما حدش له فضل عليا. سما خير، ايه اللي جابك دلوقتي؟ اللي جابني دلوقتي ربنا عشان اشوف المصيبه اللي احنا فيها. سما بعد اذن حضرتك، يعني احنا دلوقتي مفيش بينا اي علاقه، مفيش بينا اي حاجه، يعني تسمح لك تكلميني بالطريقه دي؟ انا مش بتكلم عليا انا وانت، انا بتكلم على موضوع تاني خالص. يا بيه يا اللي ماشي ورا دماغك ومش عارف الدنيا فيها ايه. لا 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 الطريقه دي لا، لو سمحتي انا كده ممكن اتكلم معاكي بطريقه مش كويسه. قولي للبيه ولا تحبي اقول له انا؟ هتقولي على ايه بس؟ لا لازم هي اللي تتكلم. ايه يا حبيبتي؟ مكسوفة ولا ايه؟ يلا اتكلمي. هو انت مش عارف ان سعيد عايز يتجوز؟ انت جاية هنا علشان تقولي لي كده؟ عارف ولا لا؟ عارف يا ستي عارف. قال لي. كويس قوي. وقال لك بقى مين اللي بيجري وراها وهيموت عليها؟ لا ما قاليش. الهان الهانم؟ ايه ده؟ هو انت ما عندكش خبر ان سعيد قال لسمر انه بيحبها وبيموت فيها وعايز يتجوزها؟ ما عندكش خبر كمان ان سعيد طلب من لمار انها تقربهم من بعض؟ ما تعرفش انه طلب مني اني اروح اقنعها؟ بس يا خساره، ابو اتجوزها اللي سبق اكل النبأ صحيح. ولا هنعمل بقى زي الافلام ونقول انه ضحك عليكي؟ ولا نقول ان انت كنت محتاجه تخرجي من الحاره اللي كنت عايشه فيها وتعيشي في مستوى مختلف، ولقيتي قدامك فرصه واحد زي الفل اهو صاحب دار نشر وانت عندك طموح الشهره وهو الطريق الوحيد اللي ممكن تاخديه وتمشي فيه عشان تحققي كل احلامك. لا هو ايه اللي لا؟ لا مش صح. ليه خبيتي عليا ان ابني بيحبك؟ عشان ما كنتش عايز اخسرك. ده مش مبرر. بس بالنسبه لي ده مبرر قوي منطقي جدا بالنسبه لها. يعني هي قررت المناسب ليها اللي هي شايفاه صح عشان تعمل اللي هي عايزاه. انا عمري ما فكرت في ولا كلمه انت بتقوليها دي. أمال إيه؟ عايزة تقنعيني إنك بتحبي؟ عايزة تقنعيني إنك بتحبي واحد قد أبوكي؟ أنا لو كنت ما بحبوش كنت اخترت سعيد من أول يوم، كنت هتقفي جنبي وترحبي بجوازي منه، كان هو هيحارب الدنيا كلها عشان أبقى جنبه. لو أنا كنت بدور على الفلوس والشهرة زي ما هي بتقول توافقت على سعيد كنت هوصل لها أسرع. بس أنا اخترتك عشان عايزك أنت. يا ترى ليه؟ عشان بحبه. إحساس يمكن عمرك ما عرفتيه في حياتك. يا ترى بقى صدقت الهانم بعد اللي عرفته ولا فوت؟ ليه خبيتي عليا؟ عشان ما كانش ينفع أقول. وليه بقى ما كانش ينفع تقوليله؟ ممكن لو سمحتي تسكتي، مش عايزه اسمع منك ولا كلمه. لا
انتي لازم تسمعي مني كل الكلام اللي انا عايزه اقوله، لان الكلام اللي انا بقوله هو الحقيقه اللي محدش عايز يسمعها. انت عايش كانك ابن العشرين، مش عايز تاخد بالك انك كبرت وبقى عندك اولاد لازم تاخد بالك منهم ومن احلامهم. نسيت ان اللي يقول لك بحبك وانت في السن ده لازم يكون وراه حاجه وعايز منك حاجه، وعلى قد ما هيتنازل عشان يبقى معاك على قد ما هياخد منك. كنت كل ما اتكلم معاك تتريق عليا كاني مش فاهمه حاجه في الدنيا، كل ما اقول لك خلي بالك احنا كبرنا تزعل وتسيبني وتمشي. كنت عايز تعيش حياه مش بتاعتك وزمن مش زمنك. كفايه بقى كفايه. لا لازم تسمع. لا مش هسمع، مش هسمع، لان كلامك غلط. انا الغلط مش عندي، لا عندك انت. طول عمرك شايف الدنيا بعينيك انت وبس، حاسه ان الدنيا خلاص انتهت واحنا لازم نتركن على جنب ونتفرج عليها. انا مش غلط، مش غلط، حتى لو كنت، حتى لو كنت حبيت سمر، حتى لو كانت خدعتني وضحكت عليا، فده مش معناه اني غلط. انت لسه بتكابر. لا انا مش بكابر، انا مؤمن، مؤمن اني كنت صح ولسه صح. مش عيب اني احب من كل قلبي، مش عيب اني احب اعيش الحياه مهما كان سني. العيب اني اكون زيك انت، عايش وقاعد مستني بموت. كل الدنيا متفتح لي باب اقفل على نفسي وابقى خايف الناس تقول عليا ده كبر وخرب. انا مش غلط لما حبيت سمر، حتى لو كانت خدعتني، حتى لو كانت خبت عليا. العيب فيكم انتوا الاثنين. انا مش متضايق من سمر علشان طلعت عكس ما انا متخيل، لا دي مشكلتها هي مش مشكلتي انا. مش هطلب منك تغيري اي حاجه في دماغك، لاني مهما عملت مهما قلت هتفضلي زي ما انت كده. انا الصح وانتوا الاثنين غلط. علي استنى استنى، ليه كده؟ ليه كده؟ الله يسامحك. الله يسامحني على ايه؟ هو انا اللي خربت البيت وخنت الثقه اللي اهله ادوهالك؟ واضح انك مش واخده بالك ان انت اللي خربتي بيتك. واضح مش واخده بالك برضو ان انت سبب في الطلاق، انك انت اللي خليتي علي يسيبك. انا مش هغلط غلطك، مش هغلط غلطك. يا فندم اكيد في سوء تفاهم للي بيحصل ده، وانا مش هسكت. انت بتهددني ولا ايه؟ لا يا فندم، اهدد سعادتك ازاي؟ انا عارف ان سعادتك بتقوم بواجبك على اكمل وجهه، وانا بحترم ده تماما. انا بتكلم على اللي ورا الموقف ده واللي اكيد سعادتك تعرفه. انا بقى ببلغك انك تبلغه ان الامور مش هتمشي زي ما هو عايز ابدا. وهو عايز ايه؟ عايز ايه؟ طبعا عايز يشوه سمعتي. انا راجل ناجح يا فندم، وهو اكيد راجل فاشل وعدو لاي شخصيه وطنيه. انا بقى سعادتك الشخصيه الوطنيه دي اللي بتسعى انها تدي امل للشعب عشان يعيش يا فندم. شخصيه وطنيه وبتدي امل للناس انها تعيش، وايه كمان؟ لو سمحت يا فندم، انا حاسس في اسلوب سعادتك بعدم الاحترام والاهانه، وده هيكون له توابع مش كويسه. انت متهم بانك احتلت على البنوك واخدت قرض باسم شركه مش شركتك، وانك بتتاجر في المخدرات والادويه المهربه. مخدرات ايه يا فندم؟ مخدرات ايه؟ انا برضو اتاجر في المخدرات. لا يا فندم الكلام ده مش حقيقي وكلام فارغ. والجمعيه الخيريه اللي تم تاسيسها والاجتماعات اللي بيتم من خلالها تجنيد الناس. يا فندم الجمعيه الخيريه دي انا واخد بيها ترخيص من وزاره الشؤون الاجتماعيه. مدحت عايز ايه؟ اسمح لي ادخل. ايه اللي جابك هنا؟
انا جاي لك. الهانم كلمتك ها؟ عايزه منك ايه بقى المره دي؟ عايزك تموتني مش كده؟ اسمع من مدحت، انا بقيت خايف من حاجه ولا على حاجه، وممكن اعمل اي حاجه، سامع؟ ممكن تهدى. اهدى سامع. تعال. تعال انا هشرح لك كل حاجه. اهدى. أنا آسف. آسف على إيه بقى؟ آسف على إنك سمعت كلام واحدة كل همها إنها تدمرني؟ وأنت كمان لما اتجوزتها عشان طمعان فيها وعاوز تكوش على شركتها. أنت مالك يا جدع؟ مالك أنت؟ ولا أنت خلاص فجأة كده بقيت حامل حمى؟ ولا يمكن بقى كنت بتحبها وهي على ذمتي؟ ولا كان في بينكم علاقة؟ لا ده ولا ده. أنا كنت غلط وغلطت فيك وجاي دلوقتي عشان أقف جنبك ومعاك. أنا زي ما غلطت فيك يا سامح واجب عليا أن أصلح كل أخطائي دي. وإحنا برضو في النهاية أصحاب ولا إيه؟ حلو حكاية الصحاب دي يا صاحبي. من إمتى؟ من إمتى عم مدحت وحد فينا يعرف يعني إيه صحوبية؟ أنا يا ابني لولا المصالح كان زماني ميت. قالوا لي ان في ناس محتاجاني عشان تضغط بيا على ناس تانية كان زماني مرمي في الشارع. بس انا بقى مش هسيبك. عارف ليه؟ ايوه هنا بقى مربط الفرس. انا عايز اسمع ليه؟ عايزني في ايه؟ ومين عايزني؟ ولا المصلحه دي تخصك انت لوحدك؟ انا مش هسيبك عشان انت علمتني حاجه انا عمري ما كنت هتعلمها. تعلمتني يعني ايه صداقه؟ ويعني ايه انسانيه بجد؟ بجد يا مدحت سامح انت لازم ترجع زي الاول واحسن كمان. يا ابني انت مش قليل واللي انت وصلت له ده حاجه مش سهله ابدا. وبعدين انا وانت كنا ايه؟ فاكر اول ما اتخرجنا من الجامعه وقلت لي انا مش هسمح للزمن انه يلعب بيا ويحطني في مكانه مش بتاعتي؟ فاكر لما قلت لي انا مش ممكن ابقى مدرس رسم ادخل واخرج من الحصه وان امكانياتي اعلى من كده بكتير؟ بالنتيجه يا صاحبي النتيجة زي الفل. بس احنا اللي مش واخدين بالنا، احنا اللي كفرنا بالنعمة اللي ربنا اداها لنا. تعبان تعبان يا مدحت. ما هو لازم تتعب، اصل احنا نسينا سامح ان احنا حققنا كل اللي كنا بنحلم بيه. بقى عندنا الفيلا والعربية والشركة الكبيرة، وانت بقيت واحد من اهم مصممي الازياء في البلد دي. بس للاسف ما صمناش، فكان لازم اللي حصل ده يحصل عشان نفوق. مدحت عشان خاطر ما بقتش حابب الكلام ده. قول لي انت جاي عايز مني ايه؟ انا جاي لك عشان اقف جنبك ومعاك، وعشان ما تحسش للحظه انك بقيت لوحدك. يا ترى بقى البلاغ ده مين اللي قدمه المرة دي؟ ومين اللي وراه؟ كل اللي قاله الظابط صح. حصل. بس ما عندوش دليل. كنت لسه يا أحمد بتطلع السلم. افتكرت نفسك بقيت فوق. كنت لسه بترتب امورك افتكرت ان خلاص اتربعت على العرش. الغرور خدك، نساك انك مهما عليت في ناس اعلى هما اللي سامحين لك انك تكبر. كان لازم تقف عند الحد اللي هما عايزينه على الاقل دلوقتي يا اخي. هتعمل ايه؟ ملحوقة ملحوقة. تقدر تصلح، تقدر تخليهم يعرفوا انك ندمت على كل حاجة وانك عايز فرصة من الأول.
وزي ما البلاغ يتقدم ده يتسحب ويطلع كيدي والصعبة والصعبة. كل حاجة سهلة بس لو صلحت الأمور. آه يا أحمد الظهر لعب بس رجع تاني ولف لورا. مش طايق أشوفك يا فريال. ليه؟ بابا ولا بابا؟ يا ريتك بابا. طب خليك قاعد بقى علشان أمك هتلاقي قاعدة لك تحت ومش هتتحرك من هنا غير الصبح. لا بقول لك ايه؟ امي لا. وبعدين مش عايز اسمع صوتك النهارده يا فريال. صوتي؟ اه. لا يا حبيبي، انا صوتي يتسمع واقول اللي انا عايز اقوله. هو انت هتحبسني ولا هتحبسني؟ ولا عايزني اشتكيك للكبير؟ بقول لك يا بت، هو انت فاكره ان انا هخاف منه؟ ولا اصلا هعمل له حساب؟ والله؟ اه والله. طب كويس والله، على الاقل ابقى عارفه ان انا متجوزه راجل. ده راجل، راجل وحياه امك راجل. اياك تعملها وتمد ايدك عليا، اللي هتلاقي نفسك مرمي بره الفيلا انت وامك. يا فندم الكلام ده كلام كذب. صدقني انا مش بكذب على سعادتك، ده اكيد بلاغ كايده يا فندم. انا ما اعرفش الناس دي عايزه تعمل معايا كده ليه. عايزين يهدوني يا باشا، عايزين يهدوني عشان انا بهددهم وعايز افضحهم كلهم. تفضحهم في ايه؟ ومين الناس دي؟ يا باشا انا سعادتك انا شغال والله العظيم في النور وقدام كل الناس وعينها كتاجر، يعني ما اعرفش اللي اسمه سامح ده طلع لي منين. مش عارف، عايز البسني مصيبه يا فندم وانا ما عملتش اي حاجه والله صدقني. اهلا وسهلا ايتن. اه دي ايتن زوجة الاستاذ سامح اللي مقدم البلاغ ضدكم، وايتن دي طبعا بنت خالك، صح ولا انا غلطان؟ صح صح. وسامح ده بما انه جوزها يبقى انت اكيد عارفه واكيد اتعاملت معاه قبل كده. يا فندم صدقني انا والدة المتهمة هي كمان متهمة في جريمة قتل وخرجت على ذمة القضية، يعني من الواضح كده ان العيلة دي كلها سكتها كلها منحنيات. هاي يا وجيه. اه انت يا هانم يا اللي نايمه، مين اللي سمح لها تخش هنا؟ حضرتك انا عارفه انها عارفه ايه ومش عارفه ايه؟ كانت كنيله، انا امي لو جت هنا من غير ميعاد ما تخشش، انت فاهمه ولا لا؟ مش محتاج ابدا تعمل كل الحركات دي عشان تبان ان انت قوي. بقول لك ايه، انا مش فاضي للكلام الفاضي ده، بعد كده لما تيجي هنا تيجي بميعاد وانا اللي احدد يا وافق يا ما وافقش. ها هي مش وكاله من غير بواب. عارف يا وجي، كنت بحسب الوقت اللي فات بينا كان ليه قيمه اكتر من كده عندك. وقت وقت ايه يا ام وقت؟ ما انا ياما قضيت اوقات كتيره حلوه مع ناس كتير حلوه، بس نسيت الوقت ونسيت الناس. طب انا عايز اتكلم معاك يا وجيه. انت غبيه؟ اقول تاني؟ بقول لك مش فاضي اتكلم مع حد اصلا. بس انا لازم اتكلم معاك واعرف انت عملت ايه في احمد. احمد؟ احمد مين؟ احمد مش ده الواد النصاب اللي خد قروض من البنوك كده بشكل غير رسمي؟ على العموم انا كاتب عنه في العدد المسائي النهارده، لو حابه تعرفي اي تفاصيل او كده اشتري العدد وهو تنفعينا. وايه كمان الجريمه المنيله ب60 نيله اللي عملها هو واختك ده؟ رايحين يدوا لسامح مخدرات؟ ده لولا ان هو هرب كان سامح ده مات. اه والله العظيم اللي زي احمد ده لازم يتنسف من على وش الدنيا. اتفضلي امشي اطلعي بره. ماشي يا وجيه هنتقابل. وجيه بيه نسيتوا نفسكوا ولا ايه؟ شكلها احسن كتير قوي النهارده. الحمد لله انا مبسوطه وانت ما عندكيش فكره.
على فكرة أنا عديت على مجدي قبل ما تفهمه. بجد؟ وعامل إيه؟ مجدي كويس خالص يا ستي، ما تقلقيش خالص. طب أنا عايزة أروح أوضته. إيه ده؟ أنتِ هي هتقدري تتحركي؟ على فكرة أنا فيها قوة جبل، أنتِ بس ما تعرفيش. هي لو تقدر مفيش مشكلة خالص على فكرة. طيب بس إيدك بقى معايا يا دكتور عشان بفابين وبخاف بسرعة وممكن أدوخ وأقع منكم. على مهلك بالراحة بالراحة، في غرز. أنا دلوقتي بس أمنت إن الحب قوة طاقة، بس المهم إنه يكون حب حقيقي. كل اللي كنتي عايشه في حياتك كان وهم. انتي عمرك ما حبيتي احمد ولا عمرك حبيتي حد ولا حتى جوزك. كل اللي كنتي عايشاه مجرد محاولات للحب. يا ترى يا كمال هتلاقي الحب اللي بتتمنيه ولا لا؟ تضحك على ايه بس؟ عشان خلاص مش هعرف اهرب منك بعد كده. يا سلام. خلاص بقيت في حته جوه جسمي منك، لو خرجتها هموت. بعد الشر عليك. بقول لك ايه، احنا لازم نخفف بسرعه قوي. اشمعنى؟ عشان احنا عندنا شهر عسل واحد بس، لسه في 11 شهر بحاله. ان شاء الله يا حبيبتي. أنا متشكر قوي. على إيه بس؟ علشان رجعتي الحياة من أول وجديد. أنت عارف إن أنت لو كنت مكاني كنت هتعمل نفس الحاجة. اللي جوايا ليكي كبير قوي يا نجلاء، أكبر بكتير قوي من أي حاجة ممكن تتقال. بس اللي أنت عملتيه معايا كبير قوي. أنت بس مش اديتيني كليتك، لأ، رجعتي لي الثقة في نفسي. أنا خلاص كنت قربت أصدق إن مفيش حاجة اسمها حب لحد ما شفتك. أقول لك على سر. لسه في أسرار. أنا كنت بدل الناس الأمل، وأنا عارف ومتأكد إن مفيش أمل. بوهب للناس الحياة، وأنا عارف إن مفيش حل. كنت بعالج الناس وأنا متأكد إن الموت بيقرب مني أكتر وأكتر. ودلوقتي؟ دلوقتي أنا معايا أنت، يعني معايا الحياة.